من جنوب لبنان أطلقت نحو مستوطنات إسرائيلية، منها أيضا مستوطنة دوفيف التي كان فيها إصابات مباشرة بأكثر من مركبة، وبالتالي ربما نتحدث كان عن إطلاق عدد من الصواريخ ليس صاروخ واحد مضاد للدروع. أصيب عدد من المركبات بشكل مباشر، كان هناك حريق في هذه المركبات، أيضا إصابات مباشرة لدى الإسرائيليين. نتحدث عن 4 إصابات بشكل خطير وخطير جدا. أيضا كان هناك مقتل 2 من الإسرائيليين جراء هذا الاستهداف بشكل مباشر لهذه المركبات، ما أدى بنهاية المطاف إلى مقتل إسرائيليين من بينهم أيضا مستوطن، و4 إسرائيليين جرحوا أو أصيبوا بإصابات حرجة جدا. إضافة لذلك ليس هذه المنطقة أو المستوطنة الوحيدة التي تم استهدافها بالصواريخ، نتحدث أيضا عن عدد من المستوطنات، خاصة المنطقة زرعيت أو مستوطنة زرعيت هي التي تتواجد أيضا في الجليل الغربي. أيضا نتحدث عن منطقة المنارة، وهي يتواجد فيها أيضا ثكنة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، كانت قد تم استهدافها بصاروخ أيضا مضاد للدروع نحو تلك المنطقة.